أمام هذه الكرة هنا في الجهة اليمنى، محاولة المرور والتقدم لصالح الرزاق، محاولة بشكل جيد. هنا المحاولة، الهدف الأول للعبور لقمان. أمام هذه الكرة هنا في الجهة اليمنى، وإيداع بالشباك، لحظ القوة والمهارة من جانب عمر المختاري، تصويبة قوية بعد ماجيك سيستم غيروال شوقي. Ah, Shawky, avec Red One. Est-ce que ça va? Ça va pas.